برحب بحضراتكم مرة أخرى. يعني إحنا دايما وبنركز وبنقول مرة واثنين وتلاتة الشباب، الشباب هم بكرة، الشباب هم مصر، الشباب هم المستقبل. بنركز فيهم كل حاجة في الدنيا، عندنا يعني نماذج تشرف، عندنا نماذج إيجابية دايما بنلاحظ ده، حتى في التقارير اللي إحنا بنعرضها بشكل دائم دايما بنشوف إيه اللي بيعمله الشباب، بنحاول ننور عليه علشان نقول لكل شباب مصر على فكرة لو اشتغلت هتنجح، لو اشتغلت ربنا هيوفقك، بس احنا نتحرك. البركة اللي بتبقى في شباب مصر دي حالة بنعيشها في بلدنا. كل يوم الشباب بيخرجوا علينا بمجموعة كبيرة من الاختراعات والابتكارات. اي نعم ساعات، وعشان نبقى يعني في منتهى الصراحة، ساعات بنقول عندنا ابتكارات واختراعات وايه، وبنشوف حاجات وبتطلع، انا اسفة جدا، لكن في على الجانب الاخر بتبقى حاجات تفرح، في حاجات لازم نقدمها، وفي حاجات لازم نقف جنبها وندعمها، لان فعلا الشباب دي دول بيشتغلوا. دايما بنقدم النماذج. النهارده معانا نماذج من الشباب دول، هنتعرف على اتنين من الشباب مهندسين فازوا بالمركز الاول في مسابقه المجلس التصديري للاساس. ليه؟ علشان عملوا وحده اضاءه كده اللي هي الصغننه اللطيفه اللي بتبقى عندنا في الكورنر دي، اسمها مجاز. هنتعرف نشوف هي ايه، وهنعرف ايه شغلهم والتصميم، وفازوا بايه وعملوا ايه، وقصه يعني كفاحهم البسيطه جدا جدا اللي وصلتهم انهم يكونوا ضيوفنا النهارده في صباح. المهندس عمرو الحلبي مصمم هندسي، اهلا بيك يا باشمهندس عمرو. مهندس مصطفى مجدي مهندس معماري، اهلا بيك يا باشمهندس مصطفى، كل سنه طيبين والف مبروك الجايزه. الله يبارك في حضرتك. عمرو مصطفى صباح الخير عليكم، مبروك طبعا. ومعلش نفهم في الاول كده وبعدين هنخش بقى في تفاصيل اكتر. هبدا بيك يا عمرو. اوكي. نفهم بقى ايه الاختراع ده بالظبط، علشان بس حاول بشكل مبسط عشان الناس تقدر ان هي يوصل لها. مبدئيا كده المسابقه دي اسمها ديزاين بلس اندستري، دي مسابقه بيعملها المجلس التصديري للاساس كل سنه، تمام؟ دي رابع مره تتعمل السنه دي، كانت في شهر 2 اللي فات. المسابقه دي يعني باختصار شديد الهدف منها ان يعني هي مش سنويه، دي بتتعمل اكتر من مره. لا هي بتتعمل كل سنه مره. دي كل رابع سنه مره. دي رابع سنه بالظبط. يعني رابع مره تتعمل السنه دي، فاللي هو رابع مره تتعمل يعني ربع شهر. لا يعني السنه دي رابع مره. ماشي تمام. الهدف من المسابقه دي باختصار شديد ان انت تعمل منتج ليه طباع مصريه او صفات من الثقافه المصريه، وفي نفس الوقت المنتج ده يبقى مودرن انف او يعني ماشي مع الطابع الحديث مواكب العصر، بحيث ان هو يقدر ينافس في الاسواق العالميه، تمام؟ وهو ده بيبقى يعني المين تايتل بتاع المسابقه. انت ازاي تجيب حاجه من التراث بتاعك وتخليها ان هي منتج بينافس في العالم كله جوه مصر. طيب كان بيتطلب ان انتوا تبصوا بقى على الخارج وتشوفوا الانترناشونال ستاندردز واصله لفين. بالظبط. لازم طبعا الواحد يعمل كده. مصطفى بقى قول لي ايه مجاز الجديد فيها، وقول لنا اشرحها لنا نعرف ايه هي. مبدئيا يعني احنا لما ابتدينا في التصميم دوت، الغريب ان هو ما خدش مننا وقت تماما. لان انا وعمرو كنا في يعني اللي هو في تناغم كده في اللي هو في التصميم، لان في بعض المبادئ احنا حسينا ان هي محتاجه ان هي تبقى متوفره في وحده الاضاءه دي. من اهمها فكره اللي هي النوستالجيا اللي هي كانت مسيطره على اللي هو العالم الفتره اللي فاتت ديت، وان احنا بنحب قوي نتفرج على الحاجات القديمه وبنحب كل ما هو قديم. فعشان كده ابتدينا ان احنا نستوحي الفكره اصلا من حاجه موجوده عندنا في التراث، وهي لمبه الجاز. من هنا اصلا جه كلمه اسم المجاز يعني. فهي كانت ريفرنس للحاجات اللي هي القديمه اللي احنا كنا بنحبها وكنا بنشوفها زمان، واللي بنحب ان احنا نتعامل معاها. طب يا ريت يا جماعه لو معانا صور ليها ولا اي حاجه يا ريت نحاول نشوفها عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. طيب ايه الاختراع اللي انتوا، هو طبعا شكلا ده ايه بقى ده؟ لمبة الجاز ازاي؟ لمبة الجاز في الموضوع. الناس كلها مش بتشوف لمبة الجاز. ما هي اغلب الناس اول تشوفها ما بتبقاش فاهمه هو ايه. طب حد يشرح لنا بقى. مبدئيا كده بس عشان برضه نبقى متخيلين الاوبجكت ده حجمه قد ايه بالظبط، هو يعني الهايت بتاعه 35 سنتي، يعني حاجه بتتحط على ترابيزه مثلا. تمام. الفكره حتى على الكمود مثلا. بالظبط. هي ليه اسمها مجاز زي ما مصطفى قال؟ لان الفكره بتاعتها مستوحاه من فانوس الجاز القديمه ولمبه الجاز، اللي هي حاجه طالعه من الثقافه المصريه صرف، يعني مش جايه من اي حته ثانيه. تمام. ايه اللي زودناه بقى على الموضوع ده؟ هتلاقي حضرتك في الشكل بتاعها في الميول بتاعت المعابد المصريه مثلا.
اللون النحاسي برضو جاي من الثقافه المصريه، والالوان ترابيه عامه يعني. انا ملاحظ انت بتستخدم الوان ترابيه بكل يعني الدرجات بتاعتها، الوان المعابد. بالظبط. هو الفينيشز بتاعتها من المتوقع ان هي تبقى كابر، النحاسي اللون النحاسي ده الاساسي، وفي كذا فينيش تاني ممكن تبقى خشب او ممكن تبقى الومنيوم. تمام. الفورم بتاعها شبه او الشكل بتاعها يعني شبه لمبه الجاز بالظبط، لكن بيبقى ليها دراعين كده من الجنب. تمام. وليها زي قاعده تحت وبتنور من الفراغ اللي في النص. احنا ايه بقى اللي زودناه على الموضوع؟ يعني دلوقتي لمبه الجاز دي موجوده، ما ايه الجديد يعني؟ احنا زودنا ايه بقى في الموضوع عشان يبقى برودكت حقيقي يقدر ينافس جوه مصر وبره؟ زودنا شويه كده تكنولوجي. شكلها باين يمكن عشان الاضاءه ما كانتش مخلية. دي صورتها في المعرض. بالظبط يعني كده الشكل بتاعها بدانا نشوف فعلا اللي هو هي عباره عن قاعده ودراعين كده. طيب. الجديد اللي فيها بقى، الجديد اللي احنا زودنا فيها شويه تكنولوجي شويه، اللي هي ايه؟ اول حاجه انا اقدر من خلال القاعده اللي تحت دي بتحكم في الاضاءه بتاتش كنترولز. دي اول نقطه. في شده الاضاءه ولا اطفي ولا بس؟ ما انا هقول لحضرتك في حاجه كتير قوي. ايوه طب حلو قوي. أيوة. اول حاجه انا اقدر اتحكم في شده الاضاءه هي قليله ولا كتيره. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه اقدر اتحكم في حاجه اسمها الكالر تمبريتشر. ايه الكالر تمبريتشر؟ اللي هو الاضاءه، يعني الناس اللي دارسه اضاءه او كده بيبقوا عارفين ان لون الضوء اكتر المواد اللي كنت بكرهها. بتتقاس حراره الضوء بالكلفن. كلفن ده اللي هو يعني ببساطه يعني النور ده مصفر ولا مزرق بالظبط، او لونه ابيض يعني ابيض صافي. ممكن اتحكم في الكالر تمبريتشر بتاعت الاضاءه من اول 3500 كلفن لحد 6500 كلفن. ده هيعمل ايه برضو؟ يعني الجسم الانسان بالافرازات اللي فيه بتتغير بلون الاضاءه. طيب مصطفى انا عايزين اسمع صوتك برضه. يعني عمرو شرح عشان هو فاضل معانا تقريبا 5 دقائق، فانا مش مشكله. لا خليني برضه نروح لك يا مصطفى، وانا عايز اعرف كده انت في حاجه برضه ممكن تقول كده فكر معين انت بقى هتسوقه ازاي يعني؟ يعني ده مهم، بيبقى جزء برضه من اكيد التحضير. بالظبط. احنا دلوقتي مبدئيا يعني في مفاوضات كده مع شركة، يعني ان شاء الله هي مش شركة مصرية، ان احنا باذن الله ممكن ان هم يبتدوا ان هم يدعمونا في ان هم ياخدوا البرودكت دوت ان احنا نقدمه لهم. احنا كنا فرجنا لهم البروتوتايب، هي عامة شركة ايطالية يعني. اوكي. احنا كنا المفروض يعني ان احنا وريناهم البروتوتايب، وفي بقى تفاوضات ما بيننا وما بينهم يعني، على ان هم ممكن هم اللي بيصنعوها بس تحت اسم ان احنا كمصممين مصريين احنا اللي عاملين اللي هو التصميم. وبناخد حقوق الرويالتي في التصميم دوت اللي هو بمعنى يعني هياخدوا زي فرانشايز يعني لا هم اللي هيصنعوها. هم بيشتروا مننا التصميم بس مش اللي هم بيشتروا التصميم وبيبقوش مدي ما بيعلنوش اسم المصمم في طرق اللي هو البراند نيم معاك يعني. انا عايز افهم بالظبط يعني. أوكي. احنا كمصممين احنا وي ار يعني احنا بايندد معاهم ان احنا يبقى اسمنا نازل على التصميم جدا. ده يعني هو ممكن يشتري من التصميم من غير ما يبقى مين معروف مين اصلا اللي عمل التصميم ويتكتب اسمهم هم بس. طبعا. فهو ديت القصه يعني، هو دوت اللي احنا ماشيين فيه ان شاء الله. ده ان انت بتبتدي تعمل لك خط. بالظبط. ده التفكير ان انت هتبتدي تطور في حاجات ويبقى لك خط لوحدك باسم الشركه او بالزبط. الشراكه اللي بينك. طيب بالزبط. انا عايز اعرف انت تخصصك ايه؟ هو انا مهندس معماري اصلا. بس انا وعمر اتقابلنا في يعني في مكان عملنا اللي فات ان احنا كنا احنا الاثنين مصممين داخليين. انا بحب برضو اللي هو الانتيريور ديزاين وكده. لا انا سؤالي ليه؟ لان احنا بنتكلم على منتج في حاجات تكنولوجي في متصمم وفي حاجات الديزاين بتاعه. فعايز اعرف مين عمل الجزء ده ومين عمل الجزء ده. ما هو زي ما قلت في الاول ان احنا الاثنين نعتبر شاركنا في لان هو الديزاين في الاخر هي لغه. ما هوش يعني حاجه غريبه عليا ولا على عمر. بس انت مهندس وعارف. لا في ناس بتبقى لا معلش خليك اتكلم معايا بقى بلغتنا. ماشي. بالظبط. وانت عايز تقول لي بقى احنا بنقعد بالتصميم. لا في الاخر في حد صاحب اللمسه. احنا لا اقدر اقول لك برضه ان احنا الاثنين فعلا كنا تيم ورك ما بينكم يعني بشكل وهو اللي خلى المنتج يطلع حلو. بالظبط كده. هو اللي فعلا نجح المنتج. طيب ايه بقى يعني معلش ما انا عايز اعرف في مصر انت هتفتونا بايه بقى في الداخل؟ يعني انت لا طبعا تفكير ان انت تبقى تفكر في بيزنس وان انت تكبر ده شيء ما حدش يقدر يلومك عليه ابدا، بس هل ممكن برضو نلاقي المنتجات دي تشوفوا كده حد برضو هنا يسوقها؟ طبعا. يعني فكرتوا في حاجه كده؟ طبعا طبعا يعني وفعليا ده حصل يعني ان احنا ابتدينا نتكلم مع ناس حتى لو ما كانش لازم في المنتج ده فهو دوت اللي هو المستقبل. احنا الفكره في ايه؟ ان المسابقه دي اصلا فكره منها ان احنا بيبقى في تواصل ما بيننا احنا كسوق مصري. ايوه. كسوق مصنع او كسوق حتى بالزبط. مصمم. ايوه. مع الناس بره. ان احنا
نوصل بس ان لا مصر برضو بتعرف تنتج، مصر بتعرف تصمم. والله بتعرف وبتعرف جدا يعني فوق ما اي حد، بس احنا بنلجا للاسف على طول. خلينا على نماذج تاني بشكل سريع بقى عشان الحلقه خلصت ان شاء الله. فعلا قريب يعني هنلاقي في خط ديزاين كده خاص بيكم متطور يا رب ان شاء الله نلاقي المصنع بقى باذن الله. هو ده بقى اللي خلاص نفسنا فيه باذن الله. بصي يا وش صباح اون حلو عامه هتشوف بالتاكيد. شرفتونا طبعا مهندسين، خليني بقول لك عمرو ومصطفى شرفتونا، وبالتوفيق ويا رب دايما في الجديد والافضل، وان شاء الله نلاقي مصنع قريب بقى عمرو ومصطفى للاضاءه الحديثه. اشكركم على وجودكم معانا، ونشكر حضراتكم على متابعتنا، وبكره ان شاء الله هتكون حلقه جديده من صباح اون.